الختام كان من رياض محرز. شوط أول كارثية لتشيلسي، كارثية لبوتر، كارثية لي أيضا للمستثمرين والملاك أن يشاهدوا فريق تشيلسي حتى بالصف الثاني، حتى في تغييرات، حتى هناك في لاعبين شباب، حتى وإن كان هناك في عدم توازن بالفريق، لكن لم يظهر الفريق أي جانب إيجابي في الشوط الأول نهائيا بتاتا. بداية في الكرة الثابتة من محرز، اللاعب اللي بوجهة نظري هو الأفضل، هو المتطور، هو اللي يستحق أن يكون متواجد بصورة كبيرة جدا. تصرف ما في أي تبرير لهافرز بلمس الكرة باليد، ومن ثم الفارس تسجيل الهدف من ركلة جزاء. بعد الركلة الجزاء الفريق أصبح هناك في مشاكل كثيرة جدا، لا يوجد أي نظام، نسميها انهيار، لا يوجد أي تحفظ في الجانب الدفاعي، مشاكل بالجانب الدفاعي، هناك في مساحات كبيرة جدا. استطاع الفريق يسجل هدف بسهولة بسهولة. تدري وين المشكلة؟ المشكلة أن ممكن أن تسجل، وهذا وارد في عالم كرة القدم، لكن أن تسجل بهذه الطريقة، أن يسجل على تشيلسي بهذه الطريقة، هناك مشكلة كبيرة جدا، لأن الفريق لا يمتلك شخصية ولا يمتلك مقومات الفريق اللي بإمكانه أن ينافس حتى وإن كان بالفريق الثاني. أنا أتكلم عن فريق مثل تشيلسي، ما أتكلم عن فريق في آخر الجدول أو في الشامبينشيب. رائع تمركز محرز، دائما طلب منه يكون بعيد عن منطقة الزحمة في عمق الملعب، واستلام الكرة في وضع مريح على الأطراف لكي يوسع المساحات القادمة للخلف. وولكر والمساندة الهجومية كانت ممتازة جدا. هذا العمل اللي يقوم فيه يعني فريق سيتي وتحديدا محرز، دائما أن فتح المساحة متى ما كان الفريق متمركز في عمق الملعب، لا تأتي إلى الزحمة، ابحث عن المنطقة التي بإمكانك أن تعمل الفارغ فيها. هذا سيتي تغيرت الأسماء، لاعبين احتياط، لاعبين ما هم موجودين باستمرار، يبقى السيتي بنفس ما هو عليه. لكن في المقابل هناك كارثة كروية في 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 تشيلسي. أنا أتفهم هناك في تغييرات، أتفهم هناك في لاعبين شباب، أتفهم هناك في إضافة لاعبين من دكة الاحتياط، لكن ما يظهر بهالصورة. هذا تشيلسي لا يظهر بهذا السوء ويظهر بهذا الضعف، مشكلة كبيرة جدا. قد يسأل بعض، قد يكون ممكن أن السيتي، قوة السيتي هي من أظهرت تشيلسي بهذا الشيء؟ لا، لأن تشيلسي لم يكن ند للسيتي في الشوط الأول. نعم، في الشوط الأول شهدنا واحد من أجمل الأهداف، هدف رياض محرز افتتاحية التسجيل، ومن ثم وفرت أهداف من بعدها. هو المفروض أن الشوط الأول ينتهي 5-0. والله طمع. لا، بشكل أفضل لما كان واجهة تمررها الألبارس، ثم معنا بعض الفرص وسجلت السيتي. لاحظ اكيد رياض محرز يمر بفتره اكثر من ايجابيه، ولذلك ما وضع على دكه الاحتياط المباراه الماضيه هذا الهدف لا يسال عليه كيبا. حتى محرز صاحب مهاره فنيه عاليه وامكانياته كبيره حقيقه، مدى الدقه في التسديده، اكيد دقه قويه، ورجل يسرى حقيقه مهاريه، ولاحظ دائما الكنترول وتسديدات الكرات الثابته. الان يحظى بثقه في النفس، واتكلم حقيقه جوارديولا على محرز بدايه الموسم، قال زعلان ومحرز سيعود الى مستواه، ولما يعود لمستواه سيعود العطاء كما عودنا. الان محرز في مستوى عالي ويقدم في اضافه كبيره للسيتي. لاحظ يتغير الاسماء في سيتي، اليوم دخل بالمر، دخل عديد من الاسماء، لكن يبقى سيتي على نفس الاداء. الضغط، افتكاك كوره في منطقه تشيلسي، محاوله اللعب باللمسه الواحده، التحرك بدون كوره، وهذا من ميزه السيتي مع كل الاسماء اللي تكون موجوده. لما نتكلم الطرف الاخر على تشيلسي، لغايه الان نبحث على هويه لهذا الفريق، مباراه بعض الاحيان يقدم مباراه جيده ثم ينزل المستوى، هذا مشكل، لانه هذا مشكل يتحمل مسؤوليته من المدرب. احنا نتكلم على الاسماء، تشيلسي يبقى يضم اسماء كبيره في صفوفه. هل كان من الممكن ان يظهر تشيلسي نديه اكثر في الشوط الاول؟ اكيد بدون شك، احنا نتكلم على 3-0، وكانت النتيجه قابله ان تذهب الى 4-5-0. احنا نتكلم على تشيلسي، لا نتكلم على فريق ثاني، نتكلم على تشيلسي اللي في فتره وجيزه فاز في فتره على ليست بعيده، فاز بالشامبيونز ليج تحت قياده توخيل. اليوم نشاهد بهذه الـ كانه الفريق رمي المنديل في الشوط الاول، احنا يعني نتكلم جازت العباره، وهذا نتكلم دائما، لا نتكلم على الـ على الـ على الـ على الفريق قادر ينهزم، لانه تشيلسي لما يلعب امام سيتي قادر ينهزم، لكن كيفيه مواجهه تشيلسي، الاسلوب، اذا لا يكون لديك مثلا امكانيات ان تهاجم فلابد ان تدافع بشكل جيد، لابد الخطوط ان تكون متقاربه، لابد ان لا تعطي فرصه لاحد الهدف، سهوله محرز الكنترول والتمرير الى الى الى, إلى ووكر ووكر الى فودن، هذا غير مسموح في هذا الليفل العالي، غير مسموح ان تقوم بالكنترول وياتي الظهير الايمن يقوم بالتفوق العددي ويمرر ويجد المساحه ويعطي الاسيست.
هذا اسلوب دفاع وبكل اريحيه سيء للغايه بالنسبه للفريق، وهذا يتحمل مسؤوليته المدرب. بعض الاحيان فيه اجتهاد من اللاعب كما نتكلم على محرز، كرة ثابته في مستوى عالي هذا لا يلام فيها لا الفريق ولا الحارس مرمى، لكن الهدف الذي سجل الهدف الثالث وركله الجزاء يتحمل مسؤوليه المدافع، والهدف الثالث يتحمل مسؤوليه الاداء الجماعي للفريق. هذا عمل كبير جدا من جوارديولا، يعمل مع المجموعه كلها ليس فقط 11 لاعب، انما مع المجموعه كلها المتاحه بالنسبه له. اليوم لما نشوف الفريق في الاستحواذ وهذا الاسلوب الذي يطبقه السيتي في عالم كره القدم بالنسبه له، قد يكون الفريق يدافع بعشر لاعبين والكل خلف الكره بالنسبه لتشيلسي، اختار المنطقه في وسط الملعب عمليه الافتكاك، لكن الانتشار الجيد والسهوله في الوصول وعدم الضغط الفردي بالنسبه لفريق تشيلسي ضغط سلبي، يعني ظهور هافرتز ظهور ايضا ماونت في منطقه الصبر على الهجمه العوده طبعا الى الحارس في اكثر من مره، طبعا استخدام الحارس وهذا وارد، هذا طبعا فكر جوارديولا دائما يشرك ال11 لاعب في عمليه الاستحواذ حتى حارس المرمى، التحرك في المساحه، النظر الى المساحه الموجوده، النظر الى اي خطا ممكن ان يقع فيه دفاع فريق تشيلسي وبالتالي استغلاله. هذا الاسلوب اسلوب اللي اصعب في عالم كره القدم، انك تستحوذ وتبقي الكره اطول وقت ممكن بين اقدام اللاعبين، ونهايه هذا الاستحواذ مثل ما حصل يا فرصه خطره يا تسجيل هدف يا تسبب ركله جزاء، المهم تنهي الاستحواذ بنتيجه ايجابيه بالنسبه للفريق. هل كان هدف فودن رصاصه الرحمه في هذه المواجهه؟ الاشكال الموجود على مستوى الدفاع وسط الميدان، بطء في التحضير، بطء في الخروج بكره، مساحات موجوده بالجمله بالنسبه للسيتي، والسيتي يحبط نوعيه المباريات مثل هذه لما تعطيه يكون الضغط نوعا ما سلبي ويكون الفريق المواجه امامه يعطيه المساحات، فهو من امهر الفرق على مستوى العالم على استغلال هذه المساحات والتمرير بسرعه في المساحات. لاحظ هذا الهدف محرز تمريره لووكر، يعني هدف تدريب، هذا هدف حتى في التدريب انه يلام الفريق الخصم لما يلعب في التدريب، بمعنى ان تسجل اهداف مثل هذا، يعني نلاحظ انه اخطاء بجملة خطا ورا خطا بالنسبه لفريق تشيلسي. وانا كنت اتوقع من بعد مباراه الدوري الاخيره وهزيمته بهدف لصفر ان نشاهد نديه ونشاهد حتى لو نتكلم على التغييرات نتكلم عن التغييرات التي طرت على الفريق، يعني نتكلم على فريق المفروض انه لاعبين دكة احتياط، لما نتكلم على جاليجر نتكلم على لاعب الارتكاز كوفازيتش انه لم يكونوا جاهزين في المباراه، المفروض ان يقدموا اضافه للفريق وان تكون هنالك سرعه، ماونت كذلك كان من المفروض ان تشهد الاضافه المطلوبه مع تشيلسي. وانا لا اريد دائما ان القي باللوم على المدرب، المدرب يعطيك فرصه بنعطيك فرصة حتى وإن المدرب عنده فكرة سلبية، مثلا اليوم نتكلم على كيف ولم يخطئ كوليبالي، فأنا هذا رأيي.